رد قوي من المغرب على ماكرون. العلاقات بين المغرب وفرنسا ليست ودية ولا جيدة. كشفت مجلة جورنال أفريكا الفرنسية عن مصدر مسؤول في الحكومة المغربية أن ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل يومين عن قوة وجودة العلاقات بين باريس والرباط لا يعكس الصورة الحقيقية. اعترف الرئيس الفرنسي بوجود مشاكل مع المغرب، خاصة بسبب قضية بيجاسوس والتنصت، والتي قال إنها كانت من صنع الصحافة، والتصويت المناهض للمملكة في البرلمان والاتحاد الأوروبي في 19 يناير الماضي. مع ذلك شدد على أن العلاقة مع الملك محمد السادس كانت ودية وستبقى كذلك، رسالة من الواضح أنها لم تقنع الرباط حسب مصادر مجلة جون أفريك، حيث قال مصدر مسؤول في الحكومة المغربية للمجلة. على العكس من ذلك فالعلاقات ليست ودية ولا جيدة بين الحكومتين ولا بين العلاقات بين القصر الملكي والإليزيه.